أكديتال لايف هو واحد الفرع من مجموعة أكديتال. مجموعة أكديتال اللي تعرفوها بأن واحد المجموعة اللي عندها كثير من المصحات على الصعيد الوطني، 20 مصحة اللي تتكفل بمنظم جميع الاختصاصات لا الطبية ولا الجراحية. هذه المصحة الخصوصية ديالها هو بغينا نتكفلوا بالمسنين. المسنين عطاونا حياتهم، عطاونا كثير من المسائل للجميع اللي كنا كمغاربة، وطبعا خصنا نعطوهم اللي يمكننا نعطوه طبيا طبعا وفي الجراحة أو في البسيكولوجيا أو في التغذية، ولكن حتى بالعناية. وخصنا هذه العناية احنا بغيناها نبينوها في أكديتال لايف. كيفاش غادي نبينوها؟ واحد الكفاءة الطبية، الكفاءة ديال الممرضين، الكفاءة ديال الاختصاصيين في التغذية، الكفاءة ديال جميع الأطور اللي غادي جميعا يتكفلوا بهاد المسنين اللي عندهم كل احترام ديالنا وبغينا طبيا نتكفلوا بهم. علاش؟ لأن اليوم في المغرب 80% ديال الإماتة في المغرب بالأمراض المزمنة. شنو هما هاد الأمراض؟ داء السكر، الضغط الدموي، مرض القلب والشرايين، السرطان، قصر الكلي، كثير من الأمراض المزمنة. وهاد الأمراض المزمنة تلقاوها بالأسف بكثرة عند المسنين. 3 أو 4 ديال الأمراض تلقاو بأن المسنين عندهم 7 أو 8 ديال الأدوية. إذا هاد الشيء يمكن بعض المرات يعطي واحد الخطورة على الصحة ديالنا إلا ما كانش واحد المراقبة طبية. إذا أش بغينا نديرو في أكديتال لايف؟ بغينا واحد التكفل شامل، حنا تنسميها الصحة الشاملة، جلوبال هيلث، سانتي جلوبال، باش نتكفلوا بهاد المرضى بجميع المسائل اللي تحتاجوها، لا طبيا ولا جراحيا ولا في علم النفس ولا في علم التغذيه، بكل عنايه والاحترام اللي تستاهلوا هاد الناس. بوسكوره، لان بوسكوره اولا كاينه الطبيعه، كاينه الطبيعه، وحنا تنعرفوا بان الطبيعه تتلعب واحد الدور اساسي حتى في العلاج. ملي الانسان واحد مسن وتمشي للطبيعه ما تيبقاش في واحد البيت في واحد المستشفى. حنا ما بغيناش يكون نتكفلوا بهاد المرضى سريريا، بغينا نتكفلوا بهم حتى مناخيا، عندهم واحد المناخ اللي يكون طبيعي. وفي بوسكوره الحمد لله كاين واحد المناخ اللي طبيعي، لا في فصل الشتاء ولا في الصيف، وغادي يمكننا نعطيهم جميع العناية باش حتى هما يمكن لهم يتجولوا، ما يبقوش غير في واحد البيت، وتيكون دائما معهم واحد ممرض او ممرضه او شي واحد اختصاصي في علم النفس او في علم التغذيه، باش نعطيهم جميع التكفل. لان الشفاء ديال هذا المريض ماشي غير هو الادويه، هو العنايه. احدث التقنيه في اي اللي يمكن لكم تشوفوه، والحمد لله المغرب راه دار كثير في هذا الميدان، لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. خصنا نكونوا مفتخرين بالبلاد ديالنا، ولكن هنا واحد النوع خصوصيه بان عندنا واحد التقنيه عاليه، لا في الجراحه ولا في الترويد. راك شفتوا المركز ديال الترويد اللي عنده واحد التكنولوجيه عاليه اللي قليله، وكثير من البلدان تيقولوا المغرب وصل لهذا المستوى. طبعا قسم الجراحه حتى هو عندنا مستوى عالي، ولكن جميع التقنيات هما تيكونوا مهمين إذا كانوا عندك الأطر، النساء والرجال والكفاءات. والحمد لله عندنا 180 ممرض وممرضة، وعندنا أكثر من 50 طبيب اللي تشتغل معنا في هذه المصحة. وطبعا كاين اختصاصات أخرى، علم التغذية، وكاين علم النفس، وبزاف من الاختصاصات ديال الممرضين والممرضات ولا ديال الأطباء. انتظارنا ديالنا أولا باش كيف كنا احنا تنقولوا، احنا بغينا غير هاد الناس يرضيو علينا. احنا اش بغينا؟ بغينا غير المريض ملي يجي تكفل بهذا المريض في جميع المصحات ديال المغرب، في قطاع العام ولا في قطاع، بغينا تكون واحد العنايه اكثر واكثر ونتكفلوا بهم. راه في المغرب تبارك الله كاين نساء ورجال في واحد المستوى عالي، لا من الاطباء ولا من الممرضين، ولكن اللي يمكننا نشتغلوا كفريق. احنا شفنا تبارك الله الفريق الوطني الى اشتغلنا كفريق او طاقم طبي، وديال نديروا النيه، ولكن غير نديروا النيه ونديروا العنايه بالاحترام وبكل تقدير لهاد الناس، وبغينا نعالجوهم ويرضيو علينا ونبينوا بان كاين كفاءه عاليه في المغرب اللي منها تكلف المسنين. احنا غادي نبداو باول مصحه احنا تنسموها نوفيل جينيراسيون ديال أكديتال لايف، وتنتمناو بان هاد اول تجربه تنجح. تنتمناوها لينا وتنتمنى لجميع المغاربه والمسنين، ولكن احنا البرنامج ديالنا هو على مدن اخرى في المغرب، وعلاش لا المغرب يبين الكفاءات ديالو، وكل مغربي يمشي حتى لبلدان اخرى يبين القدرات ديالنا في هذا الميدان. بروفيسور ربيع رضوان، رئيس الجمعيه المغربيه لجراحه المساك بالمنظار، وكذلك رئيس قسم المساك البوليه بأكديتال لايف،
ورئيس قسم الطب التجديدي كذلك ورئيس قسم التطبيب بالكلام الهندي. هذا كونسيبت جديد ديال اكتيتال لايف، لان كنحاولوا امكن نديروا ان المواطن المغربي اش خصو كاين بعد المواطن المغربي خصو شي حوايج اللي ما كاينينش المنظومه الصحيه. اذا كدول العالم كلها كتن اول حاجه هو الوقايه، اذا هذا حاجه مهمه. كذلك الشيخوخه، امراض الشيخوخه ما كاينش شي زعما شي مصحه كتكون خاصه بهذا الشيء. كما كنعرفوا انا كطبيب مشاكل الملك البوليه كنشوفوا الناس 70 80 عام قدام معاهم كل نهار. اذا هاد الناس الكبده ديالهم الكلى ديالهم ماشي بحال واحد 18 20 عام. اذا كالتبنيج ديالهم الادويه ديالهم العلاج ديالهم كتكون مختلفه شويه باش نحافظوا على الضرر ديالهم. اذا هذا كونسيبت جديد كنحاولوا نتكلفوا به بهذا النطاق هذا كذلك. وكذلك ما هو كنعرفوا ان الشيخوخه عند المراه عند الرجل. اذا حنا لا سونتي دو لوم كتهمنا بزاف. انا كطبيب كنبغي اصدقاء ديالي انا نبقى دائما صغير ونبقى دائما مزيان. اذا علاش المرضى ما يكونش مزيان؟ اذا كنحاول بحوث دائما بحوث جديده باش يكون من ناحيه دابا كاين تطورات التقنيه الطبيه من ناحيه العلاجات بزون دو شوك باللازر بالادويه. اذا كنحاولوا تعطي دي سوبليمون اليمونتير. كما كتعرفوا ان الكوفيد لقينا فيتامين دو زانك هما المشاكل ديال كل شيء. اذا هنا كندير واحد التشخيص مهم كثير اللي ماشي تشخيص عادي بحال لابوغاتوار. كنديروا واحد لانتيو ارتيفيسيال كنصيفطوا ليزازوني لو بيلون ديالك وكيعطينا 50 صفحه تقريبا اشنو هو فريمون اللي ما بانش لينا نورمال. وهنا كنمشيو نعطيو لزايد كنلقاو غالبا دي فيتامين ناقصين. هاد الفيتامين كيعالجوا الانسان اذا كنحافظوا ما يوقعش شي مشكل ديال الغده، توقع شي مشكل الكلاوي ديال الكبده ديال الضعف ديال المناعه. اذا هذا كذلك هذا المشكل. ثاني مشكل هو صحه الرجل والمراه، هذه تكلفنا بها الصحه الجنسيه اون جلوبال. إذن هذه تكلفنا بها كذلك ان هذا المشكل ما كيشوفوش بزاف. نعطوك يعني مثال، هذه مشكل ما كندويش الراجل من زاويه وحده، كنشوف حتى المراه معاه لو كوبل. اذا التيرابي دو كوبل كيكون فيها متخصصين باش يكون نجاح ديال الكوبل وما يكونش. حيت كنعرفوا ان الصحه الجنسيه عندها تاثير في الحياه العاديه بالحياه المهنيه بكل شيء. اذا هذا نطقنا عليه، عندنا تخصصات من نوع جينيكو معنا خاصه بهذا الشيء، انا كيغولوج خاص بهذا الشيء، وعندنا دي بسيكولوج اللي كنديروا باش يكون الامور نعطيو شي او اللي كنا نجيبوا شي حاجه جديده اللي غنفوا بها لي سيتوان. هذه المهمه ديالنا من ناحيه طريقه العلاج ديال التضخم ديال البروستات. اخر طريقات عندنا ديال العلاج غير بالمحلي، الانسان النهار ديالو يخرج النهار ديالو. كذلك من ناحيه ديال التسخيص درنا كونسيبت اللي كنديروا التسخيص ديال جيم امراض تقريبا يداروا في نهار واحد، يمشي واحد يخرج البيلون ديالو نيميريزي كل شيء. كذلك من ناحيه ديال لونتي اج كيقدر يشوفوا كان ان بيلون ديالو اش خصو، واش من ناحيه اللي نقص من الشحوم نقص من الميسك نقص هذا الشيء. حيت اذا نقصنا من هذا الشيء كنحافظوا على صحه الانسان ونقدروا نتفاداو المشكل ديال البروستات، المشكل ديال القلب، المشكل ديال بزاف الحاجات اللي غيقدروا ياثروا على الانسان. زومبيسيون ديالنا هي اول حاجه خاص يكون تطبيب زيكسبير. ما يمكنش هنا الطبيب خدام عندنا الا يكون اكسبير عنده خبره من ناحيه تم ناحيه هذوك الممرضات يكونوا خبره عندهم مميزه ماشي واحد غيبدا. اذا علاش هادشي كلشي باش تعطي تطبيب المريض احسن تطبيب. اذا ما نبقوش غير نبقوا هذه وهذه، لا، حيت المريض خصو يداوى مزيان والطريقه مزيانه ديالو باش يكون عندنا واحد السمعه مزيانه. حيت كتعرفوا ان ماشي بقات حيت لو سيرفيس اللي مهم. واول حاجه الشعار ديالنا هو دو باسون فيرست، المريض اولى. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.